مثلا عندي الحي الجنوبي، باجي بدخل الاسم الحي الجنوبي بهاي الطريقة، اسم المحافظة نسميها محافظة رقم 1 مثلا، هيك اسم المحافظة على سبيل المثال للتعلم. هذا الحي موجود في بلد واحدة، رقم هذا البلد لنفرض انه رقمه 30 17 55، رقم المحافظة 30. طبعا هاي البيانات اللي احنا بنكون بادخالها تكون بناء على وظيفتي داخل المؤسسة. رقم الحوض 5. اذا لنفرض انه الاربع احياء موجودات بحوض واحد، هذا الحوض رقمه 5، فانا كنت بادخال قيمة 5 على جميع المعالم وبنفس الطريقة 30. هاي اول طريقة لادخال البيانات. في عندي طريقة ثانية بالنسبة للبيانات المشتركة، الأربع أحياء موجودين في بلد واحدة، بقدر أعكس اسم البلد لجميع الأحياء من خلال الفيلد كالكوليت. بقوم بإزالة التحديد أولا، لأنه إذا كنت بفيلد كالكوليت وأنا محدد حي، فهذه فالجملة أو الإكسبريشن اللي بدي أقوم بكتابته راح يتم تنفيذه على المعلم المحدد. فأنا بقوم بإلغاء التحديد، بروح على الفيلج A اسم البلد، رايت كليك كالكوليت فيلد. طبعا هاي الرسالة ظهرت لان انا كنت بادخال بيانات او رسم معالم ومش عامل سيف، فلما اعمل سيف اديت بتروح هاي الرسالة. اذا شو اسم البلد؟ بكون بادخال اسم البلد، بقدر اختار اللغة اللي بدي اشتغل عليها، اركيد او بايثون. خلينا نختار لغة الاركيد عشان اكون بادخال النص من خلال هاي اللغة. ضروري اكتب النص بين علامات تنصيص، وهذول العلامات من خلال لوحة المفاتيح شيفت زائد حرف طاء باللغة العربية بيظهر عندي علامات التنصيص. فأنا بدي أقوم بكتابة البلد، اسم البلد سردة، أسكر علامات التنصيص، بجعل النص بين هذول العلامات، نضغط على أبلاي. انعكست هاي القيمة على جميع المعالم، لكن إذا أنا كنت بتحديد معلمين مثلا على سبيل المثال وكتابة بيرزيت مثلا ومن ثم أبلاي، تم عكس كلمة بيرزيت على المعالم المحددة فقط. إذا كنت بإدخال إكسبريشن غلط، مثلا حطينا هاي الإشارة على سبيل المثال وهاي الإشارة طبعا غلط، ضغط على أبلاي بعطيني ايرور انه انا الاكسبريشن اللي انا كاتبها غير صحيحة وغير موجودة بهاي اللغة. بقدر ايضا اتحقق من كتابة الجملة او الاكسبريشن المعين من خلال هاي الاداة او هذا الامر، ضغط عليه اجالي انه في خطأ بالسطر الاول. انا بقوم بتعديل الاسم بما يناسب هاي اللغة، تجربة مثلا، بختار التحقق، إجالي إن كل شيء تمام، تعبير صحيح 100%، وبضغط على أوكي. إذا ضغطت أوكي بتسكر هاي الواجهة، إذا ضغطت أبلاي بتم عكس هاي القيمة بس الواجهة لساتها موجودة. بضغط أوكي، بروح على اسم الحوض مثلا، بقدر أكتب أي اسم موجود عندي. بنفس هاي الطريقة إدخال بيانات بقدر أنا أقوم بتحديد أي هاي موجود عندي، بروح على أتريبيوت موجود في هاي المجموعة، بقوم بإدخال البيانات. أما إذا بدي أعمل مثل الفيد كالكوليت، بقدر أحدد أي مجموعة معالم أو أحياء، كنت بتحديد بقوم بإغلاق طبقة الستادي إيريا وحدد 3 أحياء فقط، 3 أحياء ظهروا عندي هون. مجرد ما ضغطت على أي حي بتم تحديده بشاشة العرض البيانات، وبقدر أدخل القيم أو البيانات على كل حي. مثلا هذا الحي عدد سكانه 50، هذا الحي عدد سكانه 40، وهذا الحي عدد سكانه 20. قم بتحديدهم كمان مرة، تظهر عنا هاي 20 هاي 50 هاي هون 30.
أما إذا بدي أقوم بإدخال قيمة على الثلاث أحياء في وقت واحد، بختار أو بحدد اسم الطبقة وبروح على الحقل اللي أنا بدي إياه يكون مشترك لجميع الأحياء، مثلا الفيليج إيه، ونكتب الصورة ده ونضغط على إنتر، فبتم عكس هاي القيمة على الثلاث أحياء. نغلق هاي الواجهة ونعمل سير، نعمل أتريبيوت تيبل، ونلاحظ البيانات اللي احنا قمنا بإدخالها. كان عندي هون قيمة بنفس الطريقة منطقة الدراسة بقدر أدخل عليها البيانات اللي هي عبارة عن فيتشر واحد. طبعاً ليه ظهر عندي القيمة رقم 6؟ لو رحنا على إدارة الحقول من خلال رايت كليك وداتا ديزاين وفيلد، بنلاحظ القيم الافتراضية لأي حقل موجودة في هاي المنطقة. بعد ما قمنا بإنشاء طبقة السيكتور والستادي إيريا، بنقوم بإنشاء طبقة البارسيلز قطع الأراضي. نغلق واجهة الكرييت فيتشر، بنروح على الداتا ست الخاصة فينا، نعمل رايت كليك ونيو فيتشر كلاس أو طبقة يعني اسمها بارسل، ما بدنا يكون قيم زد فيها، نضغط على التالي، نقوم بإنشاء الحقول المناسبة أو نقوم باستيرادهم. هدف التعلم لتسريع الشرح، إحنا بنقوم باستيراد الحقول. هاي الحقول كل شيء تمام، نضغط على فينيش، تظهر عندي الطبقة اللي كنت بإنشائها. طبعا القطع الأراضي كل مجموعة قطع أراضي بشكلون حي، عشان هيك لما نقوم برسم قطع الأراضي مش لازم يكون في عنا تداخل أو فراغات بين القطعة وقطعة وبين القطعة والحي. فنفس طبقة هي الحي هذا مثلا، إذا بدي أقوم بتجزئته إلى عدة قطع ضروري جدا بقوم بعمل كوبي ونسخه على طبقة الأراضي، ومن ثم استخدام أداة التقسيم. طبعا التقسيم راح يكون من خلال الصورة الجوية بهذه الطريقة. نقوم بتحديد الأربع أحياء، نعملهم كوبي، نغلق طبقة الأحياء Ctrl Alt V، نقوم بعملية اللصق ونضغط على OK، بيظهر عندنا أربع قطع. الأربع قطع هذول بدهم يصيروا عدة قطع بناء على ايش؟ على الصورة الجوية. بقوم بتغيير الشكل القطع، نختار هذا الشكل ونختار لونه احمر، نخفف عرض الخط لرقم 1، نقوم بتشغيل الصورة الجوية، نختار اول حي. طبعا نتأكد شو البيانات اللي تم نسخها من طبقة الاحياء، بنروح على الاتريبيوت، تم نسخ الاسم والرقم المحافظة والحي، اهم اشي انا عندي رقم الحي، هاي رقم 1 وهي رقم 3 وهي رقم 4 وهي رقم 4 عفوا وهون رقم 2. اذا لما يكون الحقول متشابهة واقوم بنسخ معلم الى طبقة ثانية، اذا في عندي حقول مشابهة للحقول الاصل بتم اخذ البيانات كافة. بمعنى لو رحت على طبقة الأحياء عندنا السيكتور نو، الحي الحقل اللي اسمه سيكتور نو موجود أيضا في طبقة الأراضي. لو رحنا رقم الحي، هاي رقم الحي 1 2 3 و4، طبعا رقم القطعة مش موجود في الحي، إشي طبيعي إنه يكون مش موجود. اسم المحافظة والبلد ورقمهم ورقم الحوض موجود. هون في خطأ إملائي، بدل كلمة رقم مكتوب هاي الكلمة، أنا بقدر أعدلها من خلال نقوم أول إشي بعمل سيف عشان يفتح عنا واجهة الحقول. هاي سيف، بنروح على Add Field، شايفين اسم الحقل الأصلي الفيليج نو الموجود في طبقة الأحياء عنا، هيو فيليج نو، مكتوب فيليج نو وجنبه اسم مستعار، فبيظهر لي، فاشي طبيعي يظهر عندي الاسم المستعار، لكن الاسم الاصلي بقدر اعرف شو هو الاسم الاصلي لهذا الحقل من خلال هاي الواجهة، واجهة الحقول اللي بنقدر احنا طبعا نفتح واجهة الحقول من هاي المنطقة رايت كليك وداتا ديزاين، بنروح على فيلد. بما انه في عنا حقول متشابهة بين الاحياء والقطع بتم نسخ القيم هي هي، لكن اذا الحقول فيها اختلاف في الاسماء او اختلاف في الانواع، ايضا اذا في عنا اختلاف انواع الحقول معلومات معينة للحقول، اذا صار عنا اي اختلاف ما راح يتم نقل البيانات.
نعمل سيف اوكي، نرجع لطبقة القطع. بهمنا احنا هون بالمرحلة الاولى كمرحلة تعليمية بهمنا رقم الحي.